السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلكم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في بنك البركة 16 جنيه و6 قروش. سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي 16 جنيه و1 قرش. سعر الدولار في بنك سيب 16 جنيه. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي وبنك مصر إيران للتنمية والبنك الأهلي اليوناني بمصر والبنك المصري الخليجي 15 جنيه و99 قرش. سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول والبنك التجاري الدولي CIB وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك عودة 15 جنيه و98 قرش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15 جنيه و97 قرش. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 17 جنيه و72 قرش. سعر الجنيه الاسترليني 20 جنيه و79 قرش. سعر الدينار الكويتي 52 جنيه و45 قرش. سعر الريال السعودي 4 جنيه و25 قرش. سعر الدينار الأردني 22 جنيه و54 قرش. سعر الدينار البحريني 41 جنيه و91 قرش. سعر الريال القطري 4 جنيه و20 قرش. سعر الريال العماني 41 جنيه و53 قرش. سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و35 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.